الحديث لا يخلو من الإدارة والفن الحقيقة، فن الإدارة ومفهوم الاستثمار الرياضي وإعداد اللاعبين بشكل جيد. المهندس شريف حبيب بكل خبراته يعني الحقيقة منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي يا باشمهندس. بنتكلم عن فكرة إعداد اللاعبين. حضرتك ضربت لي نموذج الحقيقة بمحمد صلاح والنني، وإزاي نادي المقاولين العرب كان عامل الحقيقة مركزين مهمين لاكتشاف المواهب، واحد في الصعيد وواحد في بحري طنطا وبني سويف. كان في أسيوط. في أسيوط في قلب الصعيد يعني. فقدر الحقيقة الوقت، هل عندنا نماذج زي دي في بعض الأندية؟ هل عندنا هو يعني الأندية قادرة تقوم بدورها في فكرة تفريخ اللاعبين الموهوبين؟ هي عايزة تفرغ وعايزة سياسة عامة. يعني هو حضرتك مثلا أنت طلع عندك نجم أو واحد موهبة، فلازم تسقله بدري وابتدي يحتك يعني كان يحتك بالفريق الاول. لان انت صلاح خرج كام سنه يا باشمهندس شريف؟ اللي خرج كان عنده هو 30 دلوقتي، 28 دلوقتي صلاح، والنني 30. هو هما الاثنين 28 سنه. 28 سنه خرج. هو خرج 2012 يعني من كام سنه؟ 20 سنه صغير. 19 او 20 سنه كان خرج. 20 سنه 21 سنه 20 سنه ده انا شايف سن مناسب، بس هو لازم قبل ما يخرج بيكون لعب منتخبات ناشئين، منتخب صحيح. اول انا شايف ان هو يعني كان حتى فكره مع الكباتن اللي دور، ان انا كان في رايي ان اللعيب اللي ما يظهرش هو 16 سنه ويكسر الدنيا ده صعب. يعني ما تقولش صح. مثلا 20 سنه ولسه ناشئ. لا خلاص، اللي ما لعبش فريق اول 16 17 يعني سنه ما انتظرش منه. يعني شوف بابي في باريس سان جيرمان حاجه ما تقدرش تقول يعني كسر الدنيا. فانت 16 سنه يعني ما ظهرش الموهبه القويه، ما اعتقدش بيبقى صعب قوي بقى. بيبقى صعب ان صعب ان تبقى نجم عالمي، ان انا قدامك مشوار طويل. طبعا انت عاوز بقى 16 سنه بلعب تقريبا منتخب مصر، فيبقى خلاص حطيت ايدك على اول خطوات. انا شايف ان يعني النادي الاهلي بشعبيته بامكانياته ممكن يعمل هذا الكلام، بس عايز فكر بقى. هي مش يعني مش انا ازاي هتعامل مع يعني الاكاديميات والفروع مش كفايه يا باشمهندس شريف؟ كفايه بس لازم نرجع بقى لقصه الكشافين تاني. لا الاكاديميات كويسه بس تتعمل بفكر ان انا عاوز اطلع موهبه اثقلها. المكسب المادي ده اوكي مفيش مشكله، انما عاده الموهبه القويه هتلاقيها ماديا ما يقدرش يخش الاكاديميه. تمام. لذلك احنا لما عملنا حتى المشروع ده عندنا قلت لهم في واحد بيحب يلعب كوره، اب عايز ابنه يلعب كوره وعارف انه مش هيبقى محترف، هيدفع ده هيدفع له في الاكاديميه ويلعب رياضه وهيتبسط وتمام التمام. في مستوى تاني دول بقى زي اللي بياخدوا سكولرشيب. ده موهبه احنا اللي هندفع له فلوس يا سلام، وهناكله وهنشربه ونعلمه. هو ده اللي بيحصل في برشلونه، بيحصل في البرتغال. البرتغال دلوقتي حضرتك هتلاقي شوف كم ده انا شفت فيلم تسجيل، اعتقد ده اللي حصل مع ميسي في الارجنتين. في حصل مع ميسي برشلونه تبنته من هو يعني طفل صغير. وهتلاقي مثلا حضرتك حاليا في على ارض الواقع في الدوري الانجليزي اكبر مصدر البرتغال. انا شفت في البرتغال ليه؟ شفت فودن وفرنانديز وحتى ديجو جوتا. ايه ده؟ كتير ايه اللي بيحصل؟ يعني انت عندك مثلا اغلب الفريق وولفرهامبتون معظمهم من البرتغال والمدرب من البرتغال. فاذا متهيألي كمان الاستوبر اللي جابه مانشستر سيتي السنه دي وفرق معاه جدا روبن داياش، يمكن برتغالي ايضا. فهو تخيل بقى حجم الاستثمار. ليه؟ لان هو هناك في منظومه عشان تطلع مواهب وتديها احتكاكات زي البرازيل كده، وتعرضها زي البرازيل. بس فانا شفت المكان اللي طلع رونالدو. طبعا. فانت زي مثلا انا تملي يعني عندي احنا نكتشف الذهب ولا نصنعه او الجواهر، احنا بنكتشفه انما ما بعملش موهبه، بس بشيل التراب اللي عليه بشيلها وبسقله زي ما حضرتك قلت، لانه في دايما مهاره اساسيه وفي مهاره مكتسبه. بالزبط. لو انا ما اديتلوش المهاره المكتسبه، مهارته الاساسيه مش هتفيد في حاجه. لا، هي المهاره الاساسيه وبضيف لها. انا شايف النادي الاهلي بامكانياته بجماهيره العريضه وكذلك نادي الزمالك
لو عمل على هذا الكلام بس في خطه من انا ممكن اكتشف موهبه كويسه بس يموت. والعديد انا شفت مواهب عندنا الحقيقه ما اتحطتش على الطريق كويس ف ما حققتش النجاحات القويه لبره. يعني احنا بالمقاييس انت حاليا ما عندكش لعيب عالمي الا صلاح، يعني بما معنى ده حقيقي. اللي ينطبق عليه مفهوم عالمي اللي هتسال عليه في اي دوله هتلاقيه. مصر مؤهله، وتعثر ليفربول مزعل المصريين قوي وعامل مشكله عشان خاطر صلاح. انا شايف يمكن يعني قدموا موسم امتعونا السنه اللي فاتت، امتعوا العالم كله الحقيقه.